قرر رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز بشكل ضمني بضلوع إسرائيل في اغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وكان بيريز صرح ردا على سؤال في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول اعتقاده بأنه ما كان يجب اغتيال عرفات، صرح بأنه لم يكن من الممكن في ذلك الوقت التعامل مع عرفات، ولكن من دونه الوضع أصبح أكثر تعقيدا. ويعد ذلك التصريح الأول من مسؤول إسرائيلي رفيع يقر ضمنيا بضلوع إسرائيل في اغتيال عرفات. وما زال تحقيق جاريا في وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل مفتوحا بعد أخذ عينات من رفاته لفحصها، وذلك بعد تقرير لهيئة أبحاث أشار إلى تسميمه بمادة البولونيوم المشع.